أهلا بكم. ذات يوم من أيام الله عز وجل كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أحد عماله: مر الأقارب أن يتزاوروا لا يتجاوروا. فطنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن العين المعجبة تأتي من الأقارب والجيران والمعارف والأصدقاء. فالعين المعجبة غالبا ما تأتي من الدائرة اللي أنت بتعيش فيها، وسبحان الله لها أثار بتبان على أي إنسان أصيب بها في الأيام الأولى من إصابتك. عشان كده عايزك أنك أنت تديني تركيزك وانتباهك عشان تعرف إيه هي العين المعجبة. قبل ما أبدأ عايزك أنك أنت تدوس لايك، ولو أول مرة بتسمعني اضغط زر سبسكرايب وفعل الجرس وركز معايا في الدعاية المعدودة اللي جاية. العين المعجبة يا أخي الكريم لما بتصدر بتصدر من الإنسان الصالح، وربما تصدر من شخص قريب جدا ليك، ربما يكون صاحبك، ربما يكون صديقك، ربما تكون زميلتك في العمل، ربما تكون حد قريب جدا من الأصدقاء الخاصين بيك. وسبحان الله العين ديت بتكون عبارة عن عين معجبة بشيء، بتستحسن شيء معين ولكن بتغفل عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى. لذلك أنا عايز أسألك سؤال، ما حصلش معاك في مرة من المرات واحد شافك وقال لك ده انت شكلك حلو، او ان انت مثلا 100 100 النهارده، انا اول مره اشوفك كده بالشكل ده، وتيجي بعد كده تروح للبيت تبص تلاقي نفسك عندك صداع نصفي، او عندك توتر، او عندك فطور في جسمك، او عندك حاله من حاله الغثيان؟ ما حصلش معاك كده؟ طب انت ما حصلش معاك في مره من المرات ان واحده شافتك وقالت لك الملابس ديت جيده عليكي، او ان انت منوره النهارده، وحصل عندك صداع نصفي، بعد ذلك حصل عندك كركبه في المعده، ثم بعد ذلك غثيان ربما ادى الى الترجيع؟ لو رجعت اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى رحمك، وانت كذلك لو رجعت اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى رحمك، لان اثار العين التي ترتب عليها الاعجاب خرجت مع الترجيع. وعايزك تعرف يا اخي الكريم ان العين المعجبه ربما تصيبك في عملك، فيكون العمل بتاعك كويس، أو إن أنت بتتقن حرفة معينة، فيجي واحد يقولك أنت شغلك 10/10، ولكن هذا الشخص ما ذكرش ربنا سبحانه وتعالى، فأعجب بالعمل بتاعك وما تمناش زوال هذا العمل، فتبص تلاقي نفسك عندك فطور من الشغل اللي أنت بتشتغله، أو إنك أنت مش عايز تروح عملك، أو عندك حالة من حالات الكسل، ربما يكون عندك طفل صغير، فالطفل ده ما شاء الله وسيم بيعمل حركات جميلة وودود كده من صغره، فتيجي واحدة تشوفه تقولك مثلا ابنك ده 10/10، أو ابنك ده جميل، أو ابنك ده فيه صفات جيدة كتير. فتيجي تبص تلاقي الولد طول الليل عمال بيصرخ، طول الليل عمال بيعيط، مش مخليك تنامي ولا جوزك حتى. ده معناته ان في عين معجبه اصابت هذا الطفل، وسبحان الله العين المعجبه ديت ما خرجتش من نفس خبيثه، فبالتالي يستطيع اي انسان ان هو يتخلص منها بسهوله. والعين المعجبه بتيجي في اي عضو من اعضاء الجسد وبتسكن فيه، زي مثلا ممكن تسكن في الركب فتسبب لك الام في الركب، والالام ديت تروح لطبيب واثنين او ثلاثه عشان يشخصوها، ما يعرفوش اي تشخيص ليها، لان ده مرض روحاني، المرض ده اللي سببه شيطان عين. فبالتالي سبحان الله ربما بقراءه ايات قرانيه معينه، او تستمع للقراءه اللي انا هقراها في اخر المقطع ده، وان شاء الرحمن تخف الاعراض اللي موجوده عندك. وربما يجي شيطان العين يسكن في الظهر فيسبب لك الم في الظهر، او يسكن في منطقه الحوض فيسبب لك الم في الحوض. فعشان كده لازم تنتبه من شيطان العين، وتعرف ان هو اشد خطوره من شيطان السحر، لان سبحان الله العين المعجبه عموما أهون أنواع العين اللي بتصيب الإنسان. فبيجي سبحان الله الشيطان ده مش ناتج عن نفس خبيثة، فما بيلتصقش في الجسد، لأن النفس اللي نشأ منها العين المعجبة ما تمنتش زوال النعمة، ولكن هي يعني ما ذكرتش ربنا سبحانه وتعالى وأعجبت بالشيء ده واستحسنته، فالشيطان استغل اللحظة ديت فأصابك. فلما تيجي تسمع أي رقية شرعية أو تمشي على برنامج علاجي معين، تبص تلاقي نفسك بتتحسن على طول. لذلك يا أخي الكريم حاول دايما إنك أنت لما حد يقول لك إيه انت ملابسك كويسة، او ان انت عربيتك دي كويسة، او انت شغلك كويس، قل له قول ما شاء الله، قل له قول تبارك الله. وحاول دايما لما تشوف اي حاجة والحاجة دي تعجبك انك تقول بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، وتذكر دايما قول الله عز وجل: ولو لا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. فحاول دايما انك انت تبارك على أي شيء عشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظك. وعايزك تعرف أيضا أن بعد الإصابة بالعين المعجبة ديت، لو عرفت الشخص اللي أصابك، يكفي بس أنك أنت لو تعرف الشخص اللي أصابك بالعين المعجبة ديت، حاول توريه أي شيء يستحسنه، ولما يستحسن الشيء ده قل له قول ما شاء الله أو قول تبارك الله. لو قال كلمة ما شاء الله تبارك الله وكان أصابك بعين معجبة، اعرف أن أثار العين ديت هتزن نهائيا من عندك. ولو أنت عايز تعرف إذا كنت أصبت بالعين المعجبة ديت قبل كده ولا لا، كل ما أطلبه منك أنك أنت تغمض عينك لدقائق معدودة معايا وتستمع للآيات القرآنية والدعاء اللي جاي ده، وما تقلقش غمض عينيك. بس ممكن تقوم تتوضى وتوقف الفيديو دقيقة على بال ما تتوضى. ها اتوضيت؟ رجعت؟ غمض عينك بقى وركز معايا، هنعرف اذا كان فيك عين معجبه ولا لا. ولو في عندك اي الم حاسس ان الالم ده جالك بسبب عين معجبه، عايزك برضو انك انت تركز معايا في الدقايق المعدوده اللي جايه. نبدا، اتوكل على الله، غمض عينك.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد المريد اللعين من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. وفجرنا فيها من العيون فيهما عينان تجريان فيهما عينان نضاختان. وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون. لا إله إلا الله عدد ما مشي في السماوات والأراضين ودرج. لا إله إلا الله بيده مفاتيح الفرج. والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال. نصلي ونسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا واسع العطاء يا منزل الشفاء أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل مرض وسقم وبلاء. اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما باركت نظرت وما ذكرت نظرت واستحسنت وتمعنت وركزت. كل نظرة تكررت وما باركت وما ذكرت وما قالت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم أبطل محل بسببها من ألم في الظهر. اللهم أبطل محل بسببها من ألم في الظهر وضيق في الصدر وألم في الرأس وتعطيل في الرزق وتعطيل في العمل يا رب العالمين. اللهم أبطل محل بسببها من تعطيل الدراسة. اللهم أبطل محل بسببها من تعطيل الدراسة. بسم الله بسم الله بسم الله. يسحب كل أثر للعين المعجبة في هذه الأجسام. يسحب من الظهر يسحب من الظهر يسحب من الظهر يسحب من الركب يسحب من المفاصل يسحب من المفاصل يسحب من المفاصل يسحب من الرأس. تختفي الألم من الظهر ومن الركب ومن المفاصل ومن الرحم. تختفي أي ألم تختفي أي ألم. تختفي الألم من الأطفال بأمر الله. تختفي الألم من الأطفال بأمر الله. يسحب كل ضرر على الأطفال بأمر الله. يسحب كل ضرر على الأطفال بأمر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وفجرنا فيها من العيون فيهما عينان تجريان فيهما عينان نضاختان لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله بسم الله بسم الله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون بسم الله اختفى الألم من عندك؟ لو اختفى الألم من عندك ضع كومنت لو انت مريت بقصة من قصص العين المعجبة او اي حد قالك حاجة وتعطل رزقك او تعطلت دراستك او تعطل اي شيء في حياتك يا ريت تضع لينا الكومنت اسفل الفيديو عشان كل متابعينا في قناة تفسير الاحلام يستفيدوا من التجربة بتاعتك ويا ريت كل واحد تعرفه يشوف حاجة عندك مثلا في نفس اللحظة قول بارك يا اخي قول ما شاء الله تبارك الله واذكر له الآية الكريمة ولو لقيت دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ارجو من كل الاخوة والاخوات اللي بيسمعوني طالما ان انتم وصلتم لهنا حاول انك انت تشير المقطع ده لكل شخص يعز عليك وحاول انك انت تدوس لايك ولو اول مره بتسمعني ما تنساش تضغط زر سبسكرايب وتفعل الجرس وتشير المقطع ده لاصحابك واصدقائك فتدل على الخير كفاعله دكم اطيب تحياتي انا اخوكم يوسف احمد دمتم في ود في امان الله مع السلامه